بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مفترض ان امبارح كارلوس كيروش طلع في مؤتمر صحفي يتكلم فيه على منتخب مصر، ومفترض ان المؤتمر ده كانت كل الهدف منه والرجاء والامنيات ان كارلوس كيروش يحسن علاقته مع الصحافه ومع الجمهور المصري. فكارلوس كيروش الحمد لله رب العالمين، بدل ما هو يحسن العلاقه ويقعد يتكلم كلام كويس، لا الراجل راح مخبط بقى، اللي هو بص يا جماعه انا مش جاي عشان خاطر كاس الامم الافريقيه، انا مش بتاع كاس الامم الافريقيه، احنا هدفنا الاول والاخير الوصول لكاس العالم. طب كاس الامم الافريقيه يعني مش من الاهداف بتاعتنا، احنا هدفنا كاس العالم. طب اختيار اللعيبه، انا بقى 40 سنه شغال في المهنه دي، ما حدش بيسالني على اختيار اللعيبه، دي وجهه نظر انا. احمد رفعت لما انضم لمنتخب مصر كان وهو عنده 20 سنه عن طريق المدير الفني الامريكي بوب رادلي جابه وهو عنده 20 سنه، وانا جبته وهو عنده 28 سنه، كان فين بقى الثمان سنين دول؟ طب تمام، كويس انك عندك داتا عن اللعيبه اللي انضموا لمنتخب مصر، وكويس انك عارف ان احمد رفعت انضم وعنده 20 سنه لمنتخب مصر تحت قياده بوب رادلي. طب تريزيجيه، قالك تريزيجيه هجيبه العبه اي حاجه، يمين شمال، هلعبه جناح، هلعبه اللي هو انت مش عارف مكان تريزيجيه بجد والله. يعني انت الداتا اللي انت كنت بتتكلم بيها وعمال تتفشخ علينا بيها، وان انت عندك داتا عن كل اللعيبه وكلامك عن احمد رفعت ده، ازاي تريزيجيه مش عارف هو بيلعب فين؟ يعني مش عارف هو بيلعب فين في الملعب ازاي؟ انا عارف ان انت اول ما اتقالك ان في لعيب في الدوري الانجليزي مصري هتوه على طول، الراجل ما عندوش قناعه باللعيبه المحليه، هو اي محترف بره هتوه على طول حتى لو هو مش عارف هو بيلعب فين. المهم محترف بره نجيبه يا باشا، نجيبه يا باشا وتحت امرك. طب موضوع بقى ان انت يعني عندك مشكله شويه مع الصحافه والاعلام، قالك محدش يسالني في حاجه، محدش يسالني في حاجه، ما تسالونيش عن لعيبه، ما تسالونيش على اختيار لعيبه، احنا عندنا لعيبه من افضل لعيبه في العالم، منش لكريستيانو رونالدو ما زعلش كريستيانو، احنا عندنا من احسن لعيبه في العالم. طب محمد صلاح كويس، طيب طب وبعدين؟ طيب الكلام بتاعك ده بيقول ان احنا نطمن قبل كاس الامم الافريقيه، لا ليه، احنا عندنا مدير فني مقتنع ان هو مش هيروح يعمل حاجه في امم افريقيا، الراجل عامل حسابه ان هو خلاص، يعني الفكره بتاعت ان انت تروح تعمل نتائج كويسه دي مش موجوده خالص، طب فكره انك تاخد البطوله مش متاحه برده خالص، طب فكره ان الدوري يتاجل ده كان قرارك انت؟ قال لك لا مش قررنا، راح ملبس عامر حسين، عامر حسين قال لك اول مره في حياتي اشوف مدير فني المنتخب مصر ما يفرحش بالتاجيل، لا ده انت اللي مش عايز تلعب ماتش الاهلي وبيراميدز، يعني اشتغل بعد حاج عامر، ما نلمها بقى كده مع بعض، انتوا جبتوا مدير فني مفترض ان هو يعمل منتخب محترم، فالمدير الفني ده عنده مشاكل كتيره جدا مع البنيه التحتيه الموجوده في الكره المصريه ومع الاعلام ومع الجماهير المصريه، فكارلوس كيروش اتوقع ان هو اخره تمامه كاس الامم الافريقيه. الراجل الافكار الفنيه بيدافع بيهاجم كل الكلام ده مش مهم، المهم ان هو خلاص طالما استبعد قفشه وطارق حامد الناس قلبت عليه، والناس تقلب عليه اكتر بعد ما استبعد ثلاث لعيبه، انا متاكد انه يكون فيهم محمد شريف، مش عارف يعني عندي يقين ان هو يستبعد محمد شريف ويستبعد حارس من الاربع حراس، والاربع حراس اتكلموا معاه فيها قال لك احنا بنتحسب لكل الظروف. عاش والله على التحسب ده، انا متفائل بصراحه، مش عارف متفائل ليه، بس حاسس ان احنا لما بنكونش مرشحين ولا بيكون حد مركز معانا ولما بيكون عندنا مشاكل كتير ممكن نعمل حاجه في البطوله، ولعله خير ويمكن ربنا يكرمنا ونعمل حاجه في البطوله، وكل متوقع ان احنا نروح نطلع من الدور الاول، فربنا يستر والله، فلو طلعنا من الدور الاول مش هيكون مفاجاه لان ده توقعات كلها، فلو احنا عملنا حاجه ان شاء الله هيكون مفاجاه، ويا سلام بقى لو خدنا البطوله ده ولا في الاحلام يا مان، بس ان شاء الله ربنا قادر على كل شيء، يعني ربنا قادر فعلا على كل شيء ونحن نقدر ناخد البطوله دي. لو عجبك الفيديو فاعمل لايك او سبسكرايب، لو ما عجبكش الفيديو فده كان ملخص بسيط بس لاداره المنتخب المصري الدنيا بالنسبه لنا عامله ازاي قبل كاس الامم الافريقيه. يعني جمال بالماضي كان بيقول اننا مصممين على ان احنا نحتفظ باللقب واحنا رايحين مش حاطين في دماغنا البطوله اساسا، ليه عم كروش؟ قال لك ده الاتحاد الدولي عمل كاس العالم للانديه وكاس الامم الافريقيه في وقت واحد، معنى كده ان هو مش مهتم بكاس الامم الافريقيه. عاش جدا والله، عاش جدا على كل الهبد العالي اللي كان في المؤتمر امبارح ده، ربنا يستر والله، ربنا يستر وما طلعش بفضيحه بجد والله.